لازم تركبوها او بالفرن او بالطاسة 400 جرام مكسرات وزبدة 200 جرام زبدة سايحة زبدة وليس منجرين المنجرين هو زيوت مهدرجة مضرة للصحة لكن الزبدة هي طبيعية من الحليب فدايما لما بنقول زبدة يعني زبدة في بكتبه بديل في عبوات مكتوب عليها بديل الزبدة هيك طحناهم كلهم مع بعض نسكبهم بالوعاء او بالقالب لا تجيبوا شغله اسمها بديل الزبده هي كلمه واضحه الزبده ما في عشان بكتبوا بديل الزبده هي الزبده تكون غاليه شويه لكن المانجرين هي زيوت مهدرجه هي مضره للصحه نوضع اربع معالق بذور الشيا ونطحنهم اي مطحنه مطحنه القهوه اي مطحنه متوفره عندنا في البيت نوضع كوب ونص كريمه طازجه يعني تقريبا 300 جرام نوضع بديل السكر هو اختياري الكميه والنوع اختياري يعني اللي متعود بدون سكر ما يضيفها والمتعود على السكر يضيفها الكمية اختياري والنوع اختياري نوضع بذور الشيا بعد ما الكريمة تمسك حالها نوضع البذور وهيك نسكبهم هديات بنعمل شوكولاتة زبدة مية جرام وكاكاو خام معلقتين طعم عشرين جرام بنكرر بنقول زبدة وليس منجرين بديل السكر هو اختياري النوع والكمية اختياري موجود في الأسواق في ممكن يكون في الصيدلية أو عند العطارين نسكبهم طبعا الزبدة احنا بنكون مسيحينها احنا من, من قبل فترة نضعها بالتلاجة أقل شي ساعتين هيك طلعناه من الثلاجة نوضع السكينة في الحواف ونطلعها هذا شكلها النهائي هذه كتير هي روعة للمع السكري وللكيتو دايت وهي مليئة بالبروتين وبالألياف والدهون الصحية في أمان الله تزورونا بوصفة جديدة شكرا كثير لكم أتمنى الاشتراك بالقناة وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة